حلقة جديدة من برنامج السلطة الثانية. ما تداعيات التحقيق القضائي الجاري على الساحة السياسية؟ وبما تختلف النسخة الحالية من الحزب الحاكم عن النسخة السابقة؟ وما أبرز ملامح البرنامج الحكومي الذي سيعرض على البرلمان بعد حوالي 3 أسابيع على أكبر تقدير؟ هذه التساؤلات وغيرها أطرحها على ضيفي الكريم، نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والنائب السابق في الجمعية الوطنية الخليل الطيب. أهلا وسهلا بكم شكرا. سيد الرئيس، شكرا على تلبية الدعوة. سيد الرئيس، نبدأ من أول سؤال طرحته، تداعيات تحقيق القضاء الجاري. نبدأ من آخر الأحداث. آخر الأحداث هي توقيف الرئيس السابق محمد العبد العزيز عند إدارة الأمن. من آخر التعليقات، تعليق رئيس حزبكم الأسبق دكتور السلكول أحمد يزيد به، تحدث في مقابلة مع الأخبار عن وضعية الرئيس السابق، تحدث قال إن على السلطات أن تصحح بسرعة الخطأ الفادح الذي ارتكبته من منظور المصلحة العامة ومن منظور القانون ومن منظور الديمقراطية ومن منظور الحقوق. ثم شنو تعليقكم على بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهادي الأمين. أولا حول الجواب على تداعيات التحقيق، هذا التحقيق عنده مسارين، مسار قضائي ومسار سياسي. المسار القضائي لا أتكلم فيه، أما المسار السياسي نقدر نطفل عليه ونتحدث فيه من خلال الجواب على السؤال اللي والله اللي ورد على لسان السلكول الأحمد اللي يزيد به. سلكول أحمد اللي يزيد به فعلا قطع عاد فترة قوس ما هو طويل، عاد وعين رئيس الحزب تعاد مجلس الجمهورية فترة ما طويلة. اي وعين بعد انه وعين وعين بعد فترة ما طوالت. صفة التعيين ملازمة يبدو انها رئيس الحزب الحاكم. لا، رئيس الحزب الحاكم تم انتخابه في مؤتمر ويسلكوا تم تعيينه من طرف محمد العبد العزيز في مؤتمر اجتماع المجلس الوطني. على كل حال ماني داخل في كل إشكالي، المهم انه ما طوالت فترته، وظهر مع الاسف انه هيك الفتره اللي اعطى كانت من لا اقول أسوأ، يظهر بعد من افشل الفترات اللي مر به الحزب، وذاك عايد لان يسلكوا ما هو رجل سياسه، ما عنده تجربة في السياسة. سلكو كان رجل انطوائي، والفترة اللي يتزود بها الإطار بالسياسة بأفكار سياسية فترة الدراسة، سواء منها الجامعية والله المرحلة الإعدادية والثانوية. سلكو ما قد تأثر بالمدارس ولا بالتيارات السياسية، بالتالي ما كان عنده تجربة، كان شخص انطوائي. حتى ما تأثر به يعود ما هو من يعود السياسة. إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، لأن هي الأفكار عندها مصانع وعندها أطر تخلق فيه وتجربة واحتكاك بالأوساط. يسلكوا رجل انطوائي، فعلا أستاذ بارع في الرياضيات كما يقول البعض من هذا الاختصاص، وتجربته في الحزب ما هي تجربة ناجحة، وتجربته الأخرى انطوائية، بالتالي ما كان عنده موقف، ظل صامتا وكان خير فيه تم صامت. الفترة الأخيرة الموضوع هو موقف، هذا بالضبط هو اللي لا يجاوب عليه، هذا بالضبط هذا الصمت كان أحسن له يتم صامت، ولين بعد يتكلم يا الله يتكلم بشيء يعود ما فيه المضالطات. اللي قال يسلك فيه المضالطات فيه من منين؟ فيه تزوير نعرفه. أولا محمد العبد العزيز إنسان عادي شادية كيف الناس كامل، ولا تم اختطافه على الإطلاق، معروف يعرف يسلكه ويعرفه الموريتاني كامل. لأن محمد العبد العزيز ورد اسمه ضمن أسماء كثيرة ضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وعلن اللجنة البرلمانية وجهت له دعوة للمثول أمامها إياك يجيب على أسئلة متعلقة به، واحدة شيء من السلوك وفي طار تحقيقها طالع عليه ينسب إليه خاصة شيء من الممتلكات، وفي شيء نسبوه له وزراء كانوا معاه. اللجنة البرلمانية من أجل أن تعطي الفرصة لمحمد العبد العزيز استدعته وبيجيه، وفعلا قد ما جيه وهي ما مارست حقها في استجلابه.
معروف اعلن الشرطة لين اللجنة البرلمانية لجنة التحقيق وانت ادرى حالة الملف للجمعية الوطنية، الجمعية الوطنية احالته لوزارة العدل، وزارة العدل احالته للنيابة العامة. معروف اعلن محمد بن عبد العزيز اعلن انه سيتم استدعائه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، ووجهت له الدعوة وجاء بإرادته، معناه انه ما هو مختطف، وعلنه القول على انه مختطف عاريه، كلمه عاريه من الصحه، وجايه في اطار التهويل وتسييس هذا الملف. هذا الملف هو السيد الرئيس، اسمح لي بالمقاطعه، هو اليوم الرئيس سابق محمد بن عبد العزيز موجود عند اداره الجرائم الاقتصاديه؟ نعم، لان هم دور تعود شفتوها معلومات تقول انه عند امن الدوله. لاك ما هو صحيح المعلومات اللي عندي انا، ومعروف انه كان لا يستدعى عند شرطه الجرائم الاقتصاديه، تعدي معه مختطب ومحاميه جاء وزوجته جاءت، ظروف سيئه اللي هي قال أي ظروف؟ قال الدكتور يسلكوا انها ظروف سيئه، يسلكوا قال ما يعرف عنه شو يسلكوا، حتى قال المحامي يسلك، لا اصدق منه والله، ما على الاقل اكثر منه اطلاع رئيس مفوضيه حقوق الانسان، اكثر منه اكثر اطلاع رئيس الآلية الوطنية للتعذيب، هذو الاثنين كلهم جاه وزاروا وكلهم قالوا على انه ظروف معقولة. قد يقول لك قائل ان هذو في النهاية موظفين، لا يقولوا لك ليسوا على السلطة فيها، يقول لك الطرف الآخر هذو موظفين يا غير مؤتمنين، والراجل هو اللي معينهم، والتالي اللي قالوا على الحق محامين محامين وبعد شو محامين وبعد قاع، هذا نقول بعد محامين وبعد قاع فيهم ان باش محامين نعرفه، هذا راني نتكلم لا على اثنين منهم، الاخرين ماني متكلم عنهم. واحد منهم قاعد فاصل هو من نفسه وفي دافع عن راسه، وفاصلين زملائه اعلنهم يعدلوا جهد يدافعوا عن شور المحاكم الاوروبيه، لانه عنده مشاكل على مستوى القضاء الاوروبي اللي عرف راسه. الاخر اللي هو اخويا انا المناضل القديم محمد الشدو مطعون في شهادته، لانه ما هو طرف، لأنه ما هو محامي محايد. هذا الراجل متخندق مع محمد عبد العزيز له فترة، حقه بعد يغير فقدوا المصداقية، فقدوا المصداقية بك أنت لين تعود. بمجرد أن يتم تعبير عن موقف ولا عن رأي من طرف جهة ما والله شخص ما تجاه محمد العزيز توصف أنت بأنه خاين، شوف تعرف أنه وصف لجنة اللجنة البرلمانية والبرلمان كامل بأوصاف لا تليق، تعرف أنه ناس كامل اللي عندها مواقف والله رأي في محمد عبد العزيز وصفها بشيء خالي من الحقيقة، وعنده رأيه يا غير، هذا الرأي خلاه رأيه مجروحته. أنا لا يقول عنه مجروح خالق الأستاذ محمد اللي يشد المحامي، وخالق الأستاذ أنا هون أتكلم عن الأستاذ محمد اللي يشد المحامي اللي عاد قال أنه ظروف سيئة ما هي صحيحة، الواقع يكذبها. محمد عبد العزيز شادية ينطبق عليه ما ينطبق عليه أي مواطن موريتاني. أنا سمعتهم يقولوا اليوم غرف مكيفة، من درا كان سيدي الشيخ عبد الله اللي رئيس الجمهورية وانقلب عليه محمد بن عبد العزيز وسجنه، يا كان محمد شدوا ديك الساعة ما أشاد بهذا الموقف. هذا قد حد يقول أنه يدافع عن حقوق الإنسان وقال على ذاك اللي وعدل ضد الرئيس سيدي الشيخ عبد الله على أنه يستحقه، معناه على أنه مجروحته، أنا لا يقول أنه مجروح وتابع أسئلتك. طيب سيد النائب، هو الموقوف بغض النظر عن هو من هو له حقوق، بغض النظر عن هو منه يالتوين دار ووضعية محترمة، وكيف قال الدكتور يسلكو الأحمد يزيد بيه مولي شخصية كان رئيس جمهورية يالتوين دار توف ظروف لائقة، والمحامين وظيفتهم ذهي، محامين وظيفتهم إطلاع الرأي العام على وضع موكلهم، هم طلعوا الرأي العام على وضع موكلهم، وهم قاعد معتبرين اليوم على بيان النيابة العامة أمس أنه رد عليهم هم وأعلن خرجتهم هم هي اللي عدلت الظروف تتحسن. هذا قالوا ما هو حق، هذا الراجل ظروف لك وظروف الناس كامل، ما مشدو حلو الطبول يا غير، ما هو معذب ولا هو مهان ولا هو مسجون، هو استدعته الشرطة واستجوبته وظروف جيدة وظروفه وأولاده زاروه وزوجته زارته، لكن الآخر كلام السياسة وتسييس ملف محمد بن عبد العزيز، ما هو صالحه محامين، ما هو فارهين. هذا الراجل أمام قضاء والله أمام تحقيق بدائي، ويخلى يقبل مساره لا يؤثر عليه، ومحاولة تسييسه على كل حال محاولة الدور تصطدم بالواقع وفاشلة. بده يقول لك سيست السلطة، لأنه هو الوحيد اللي تم توقيفه، بينما الآخرين كله يحقق معاه 3 ساعات 4 على الأقصى 5 ساعات راه هو إلى عادة لين ينطلقوا من ذي اللي ينقال على أنه أبا يتكلم وأبا ينطق. وعلى كل حال قد لا تكون
طبيعة ملفه هو تختلف عن ملفات أخرى. وثانيا إحنا لابد أن نتعاطاه مع المعطيات. محمد بن عبد العزيز فيه تقارير وأجنبية ودولية تقول على أنه كان لا يختفي وكان لا يهرب. وبالتالي من قال محمد بن عبد العزيز ما عنده أمور أمنية تستدعي لأنه يعامل معاملة خاصة ما يعامل بها المشمولين والمشبهين. أمنية هون هذا يقدر لا هذا ما في اختصاص الجرائم الاقتصادية عاد اختصاص طرف آخر من الأمن. التحقيق فيها هي مش الجرائم، فيها جرائم اقتصاديه وفيها جرائم امنيه وفيها امكان يغير المعلومات. انا اللي جيت هون لهذه السجون محمد بن عبد العزيز عند شرطه الجرائم الاقتصاديه وذاك الاخر تهويل الامور وتشويهها واعطائها صوره ما هي حقيقيه. كيف اللي يقول يسلكوا مالو قال ان المرجعيه انها عمل الاخوان المسلمين. انا يطرح لك سؤال، انت الجمعيه الوطنيه لك فيها هون 12 سنه مالو قال على ان العمل قايمين به الاخوان المسلمين. هذه قضيه التحقيق البرلماني ما لك تعرف. الاول هون نتكلم عن الدان والعثمان. الدان والعثمان واحد من الاخوان المسلمين، وما نتكلم عنه جمال اليداري ووقعه واحد من الاخوان المسلمين. الجماعه اللي تكلمت عن التحقيق البرلماني ان مشيخنا واحد من الاخوان المسلمين، عبد الرحمن والميني واحد من الاخوان المسلمين، وعقبك الاخوان المسلمين. تسويق الاخوان المسلمين تسويق ما هو نزيه، ومحاولة تكييف على ما يجري هنا بتأثير من الإخوان المسلمين هي محاولة للتسويق ملف الجهات الخارجية ما يلا أمور نحن الوطنية تقحم فيها وتقد تعتبر على أنها نوع من الخيانة العظمى، لأنه تعريض مصالح بلدك للخطر من خلال تشكيك أشقائهم وشركائهم في نظامك الوطني واللي لا يتضرر منه الا الشعب الموريتاني. اذا يسال كذا اللي يقول ما هو محسوب، ويسال كذا اللي يقول تزييف، ويسال كذا اللي يقول تحريف، وبالتالي لا يعتد به ويا الله يصمت. لماذا قد يقول لك قائلا يسلكوا انه هو اللي معاه الحق، لانه يسلكوا هو اللي بقي صامدا ووفيا لقناعاته مع الرجل. اي قناعاته يسلكوا ما قد تصدر منه موقف ولا رأي لين ورد اسمه في لجنة التحقيق عن مشاركته ولا اطلاعه على ملف من الملفات اللي أثارتها اللجنة البرلمانية للتحقيق. تميت صامت وساكت لين ماتت سفير، وتميت صامت وساكت لين ورد اسمه. سفير استقال منها؟ استقال منها، ما هي حق ما استقال منها. سلك ذاك اللي عدل ما هو استقاله، وكل حد يعرف انه ما هو استقاله. هو بعد واللي لا يقول قاعد سوى استقال وسوى يتفرع ما هو سابق وخلاص تعيين خلفه يا غير ما الين ورد اسمه. سلك اللي عاد قاعد افترض انه استقال، ما استقال الين ورد اسمه في قضيه. طيب سيدنا ياكما شخص من الامور. على كل حال، لماذا توقيف محمد بن عبد العزيز الرئيس السابق مع حفظ الألقاب للجميع، الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، لماذا توقيفه هو وحده ذم الوقت كامل على 48 ساعة على توقيفه، والناس الأخرى اللي مشمولة بالملفات ما وقفت؟ محمد بن عبد العزيز اللي وعدل دوركم تشرحوا للرأي العام. طيب، الرأي العام يتساءل الرأي العام والملف واحد. الملف ما هو واحد، ملف واحد من حيث غير مضمون وما هو واحد، والمسؤولية ما هي واحدة. محمد بن عبد العزيز هذا المشتبه هو الان ما فهم حد قاعد متهم في مشتبه فيهم. يظهر هذا المشتبه فيهم ما فيهم حد مشتبه فيه بحجم الاشتباه محمد بن عبد العزيز. هذه العمارات اللي واحده منهم تطل هون عليكم انتم هون في الجمعيه الوطنيه، والعماره اللي وراها والاسواق اللي هون ما هي مسؤوله لحد من هذه الناس اللي مشموله بالملف. هذا مسؤول محمد بن عبد العزيز. هذه الاف خليني اجاوبك، الاف القطع الارضيه ما شو انت هو كامل الناس اليوم عاد مساوي فيه. الاف القطع الارضيه اللي شي منها باسعار مشري عشرات الملايين ينجبر اعلن تم التنازل عنها لصالح فرد من افراد اسره محمد بن عبد العزيز بواحد على المليون من ثمنها، 35 مليون يتنازل صاحبها لصالح محمد احد من افراد اسره محمد بن عبد العزيز ب 500,000. المصانع اللي بسموا هذا ما هو كيف الناس الاخرى، معناها ان محمد بن عبد العزيز عنده مشكله كبيره ويلا يدافع عن نفسه، وتيحت له فرصه امام اللجنه البرلمانيه ورفضها، ولين جاء الاستدعاء من طرف شرطه الجرائم الاقتصاديه امشى معاهم بإرادته ويتم التحقيق معه. اذا مشكلته اكبر والوقت يتطلب له، مع انه مازال لا في اطار القانون.
فهم 24 ساعة، 48 ساعة، أسبوع، أسبوعين، شهر، حسب طبيعة الملف. الملف يعرفوا الناس اللي قائم عليه، يا طيب بعدين الاختصاص والمحامون بما فيه محامين محمد العبد العزيز يعرفوا على نهاية الأجال خالقة من درا طيب. كانت تنطبق على حالة محمد العبد العزيز والله لا تنطبق عليه، أنا ظاهر دي ذاك أخبر فيه الناس اللي مشرف على ملفه. طيب سيدنا رئيس السابق محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية معروف على أنه ما يسير، ليس مسيرا، فم الناس الأخرى اللي تحته هي اللي تسير، هذا الناس المسيرين إذا طرح الدور تعود تسمعه في الساحة. محمد الرئيس السابق يالته هو التالي يلتحق، لأنه المسيرين اللي تحته هو إذا عادوا دايرين عليه الشيء يالتهم هو بعد يسول وينحكم وتشتد معهم الأخبار حدوا يلتحق. هو لماذا يعيط الليل شي من الناس؟ شيء من الناس ما فاتوا عيطوا إلى غارك حسب المعلومات المتداولة، بالعادة المعلومات ما هي دقيقة فهانة، لماذا يعيط شيء من الناس وينعجل عن شيء من الناس الأخرى ما عيط له ويجم وعيط الرئيس السابق واحد وتعود عيطانه وحكمته ما هي كيفت الناس الأخرى؟ شوف محمد العبد العزيز كرئيس سابق والله بعض كرئيس قامل حد ومسا الرئيس ما يسير نظرية، ما يسير نظرية يضير تعرف انت قانونية باعترافه هو قانونية قانونية باعترافه هو وباعترافهم هو يسير الله محمد العبد العزيز. وإذا كان يقوله ويتبجح به ويقول عن ما فيه وزير يقدر يعدل شيء ما هو اللي قايله له، وأورديناتير دايره على مكتبه والرشاد هو اللي يسيره، هذا يقوله الرئيس السابق محمد العزيز في مكتبه والوزراء يعرفوه والأمناء العامون يعرفوه. وإذا عاد قاعد ما يسير سير بهم هما هما بعد هما اللي قالوا عنهم بعضهم قالوا عنه هو اللي أعطاهم التعليمات يعدلوا كذا من الخروقات ومن التجاوزات. وهذا هو اللي خلى اللجنة البرلمانية تستدعي إياك تتيع له فرصة للدفاع عن نفسه إلى نرفض حاله الملف حاله للجهة اللي عندها حالة الجهة مشاتله واستدعاته إياك يدافع عن رأسه. واضح سيد الرئيس توما دعيته بعد توقيف الرئيس السابق محمد العبد العزيز دعيته انتم في حزب الاتحاد من الجمهورية لأحزاب الممثلة في البرلمان منسقية الأحزاب الاجتماع، وذاك الاجتماع تمخض عن بيان داعم الخطوات كامل. سيد الرئيس لماذا ما توخون توما بيان مستقل بكم خصوصا أن الرئيس محمد العبد العزيز هو المنتسب رقم واحد لحزبكم؟ شوف احنا بياناتنا متواصلة من الأحداث كاملة، وهذا الاجتماع كان اجتماع عادي وكان مبرمج في إطار منسقية أحزاب الأحزاب الممثلة في البرلمان. كان مبرمج أصلا؟ كان مبرمج عند الاجتماعات قبال أسبوعية ودورية وصادف مع ذا الحدث وبالتالي تناولناه. يرجع فكرته الأساسية ما هي فكرته الأساسية على أن نحن مشجعين فصل السلطات ومشجعين النظام على هذه الإصلاحات اللي قائم بها اللي من ضمنها فصل السلطات. وعلنا بالفعل أعلن ندعم جهود الإصلاح اللي مش شأنها أنها تعيد ولما قاعد تضمن تحقيق عادل ونزيه وحيادي عن السلطة التنفيذية في ملف تحقيق اللجنة البرلمانية بشكل يعيد الثروة المنهوبة. هذا هو موقفنا وهذا هو ملخص بياننا، وبالتالي شيء طبيعي احنا عدلنا في اطاره. الحدث ما يتطلب منكم توخوا بيان باسم الحزب؟ هو شمل منه ذا واكثر معنى واكثر دلاله، لان هذا محل اجماع. احنا في واحد من الاحزاب ما هو داخل معنا في المنسقيه وعدل نفس البيان استوحاه من لان اجماعته اجماع اليوم حول اصلاحات النظام، حول هذا النظام وجهود الاصلاحيه. اسوا صحنا في اطار اغلبيه اللي داعم الرئيس ومتبني برنامجه احزاب الاغلبيه، واسوا في اطار احزاب المعارضه اللي يجمعنا معها المنسقيه، واسوا الحزب اللي خرج عنا ويغير عد البيان معانا نفس المضمون. معناها على ان هذا اللي موعود فيه الان من الاصلاحات قائم بها النظام الحالي محل جماعته. هون سيد الرئيس انا اطرح لكم سؤال بصفه مختلفه، المنتسب رقم واحد للحزب ما يستحق انه لا تم توقيفه ويؤخذ بيان؟ المنتسب رقم واحد قال ما هي خارج ما خارج شين قال المنتسب رقم واحد ومليون. احنا قاعد هذا الانتساب اللي عندنا تعرف ان شاكين فيه، وعاقب ذاك نسف ذا وخرج على الحزب ولين تم طبقوا عليه النصوص القانونيه يعود اليوم ما هو في الحزب، لانه الاحزاب تقوم على اساس الانضباط. هو ما زال ملتزم ما هو ملتزم قصدي على كل حال انتسب يك الساعه والانتساب الاخير ما نعرف له شيء، ما نعرف انه قاعد ماتر منضبط فيه. انتساب الاخير انت انتساب المليوني قد هو هذا اللي واحد يقول انه ذاك الساعه 2000 و
2008 والله 2009 الانتساب الأخير هو الأول سجل. أه هو هذا يقول واحد إنه رقم واحد عند 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 ميلاد اللي كان الفترة اللي هو رئيسه الله راجي باطل يغير قاع عليهم يكانوا رقم واحد والله رقم مليون هو المنتسب منتسبته يغير الحساب تقوم على أساس الانضباط لين يعود هو ما هو منضبط للحزب وسلوكه خارج عن معايير الانضباط يعود قاع ما هو في حزبته وبالتالي احنا ما نعتبره في الحزب. طيب سيد الرئيس قلتوا لي قبيتي على ان هذا اللي خارج فيه مسار سياسي ومسار قضائي لأنكم تمرين تتكلمون لا عن المسار السياسي المسار القضائي لا يحق لك لا يحق للسياسي أن يتكلموا فيه ياك ما نأثر عليه سلبا أو إيجابا. خلونا في المسار السياسي سيد الرئيس خارج حزب قال له حزب الوحدة والاشتراكي عدل المؤتمر حسب القائمين عليه والمؤتمر قالوا أنه موثقه عند نوتر اللي هو موثق وعدل تعديلات وعدل قيادة جديدة واستأجر والله قبض مقر جديد تم الحزب ما وكلم له لان قال له شيء إنين قام الرئيس محمد العبد العزيز بزيارة للمقر خاض بعد أقل من 24 ساعة قرار من وزير الداخلية بتجميد أنشطة الحزب لمدة 90 يوم هذا مو استهداف سياسي ما أرى الله شوف لا لا يجرني لأتكلم عن الموضوع هو أن الحزب الوحدة والاشتراكي أنا نعرفه ونعرف رئيسه صديقي ويمكن له كل احترام ونعرف أن اللي خلق مؤخرا أنه عملية قرصنة قائم بها محمد العبد العزيز يدور يبرر بها اللي خالق درك ويلفت الانتباه عن ملفه به اللي الأحزان ما تعدل في الخفاء اللي عدل عمل في الخفاء الحركات السرية واللي عدل العمل الخفاء جماعات الإجرامية الأحزان عندها أسلوب وعندها معايير تعدل بها عملها أي حزب عنده الحق يغير هيكلته ويغير قيادته يغير يعدلها ويغيرها ضمن الضوابط معناها على قالوا ملتزم خليني نقول لك البلاء ما التزموا وهذا فت قلته ليله ماضيه في الوطنيه ولا نقولوا حالا هذا كان من المفروض انه يعدل داخل مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي اللي في كارفور اللي انا اعرفه وامين العام صديقي هو صديقه قال انهم ما عدل فهم يعرفوا انه ما عدل فهم ما عدل عند نوتير نوتير خاص هو اللي وثق محمد العبد العزيز وعائلته الوثائق وعدل بطريقه سريه وزاره الداخليه ما شعرت به وعدل وتمم اللي فجاه الصحق اللي خلق فجاه انه تم لين هاي العماره اللي مطل عليكم بين هون ودار الشباب هي معلقه عليها لافتت يا فيطت حزب الحلول واقف قدامه محمد العبد العزيز وحد من أفراد أسرته مركب. هذا يدوره والصور والكاميرات يصور للرأي العام الدولي على أنه هو مطارد لماذا ما يتم لأنه يعرف أنه نهار من قد لا يستدعى طيب. لأنه لا لأن هذه مناورة ما هي محبوكة وبالتالي ما هي مضايقة للحزب الوحدة والاشتراك ويلي عدلت وزارة الداخلية عاطيه لها القانون المادة 14 تقول ذاك والمادة 24 تقول شيء آخر والمادة 25 تقول شيء آخر طيب ولاه استهداف للوحدوي يضير إفشال مناورة معدلها محمد العبد العزيز لا يغطي بها علش ولا طيب. ولا نقبل له توف لماذا ما دام ذكفتوا لماذا ما توقفوا وزارة الداخلية سابق زيارة الرئيس السابق له لأن هو وزارة الداخلية ما علمت به ولا علمت به وزارة الداخلية مضت نهارين ما علمت به ما هو صحيح وزارة الداخلية تمت لين هو محمد العبد العزيز والكاميرات والفيديوهات ما علمت به سابق زيارة محمد العبد العزيز له لأن هو اللي علم به هو اللي علم به محمد العبد العزيز نفسه وجماعته لأنهم مخطين له سيد الرئيس ولو كان هذا وعدله مقر الحزب الوحدة والاشتراكي وصرفت وزارة الداخلية تعد وزارة الداخلية عدلت شيء لا يحق له وخارج القانون وندينه طيب سيد الرئيس لا في إطار الاستهداف السياسي اللي يقولوا خصومكم اليوم الناس اللي مع الرئيس السابق محمد العبد العزيز علمكم تعدلوا انتم وقفتوا الرئيس السابق محمد العبد العزيز قبل 24 ساعة من مؤتمر صحفي كان ينوي عقده شو محمد العبد العزيز شو التوقيت انتوما عندكم تصريح اسمح لي انتوما النائب الخليل الطيب عندكم تصريح قلتوه للموقع الصحراء قلتوه في علمكم ظاهر لكم على انه ما هو يعدل المؤتمر الصحفي انا السؤالي هون تي يعني بعد ولي لكن لا الحدث سو لك كان عندك معلومه ما عندي معلومه شوف انا التصريح معدرو في الداخل يعني معدرو في نواكشو لانه يوم الحدث انا في الداخل واتصلوا بي فعلا وقلت به اللي مشيت من هون نعرف ان محمد العزيز انه مستدعي ومحمد العبد العزيز يعرف انه مستدعي
والتاريخ اللي عدلوه هما للعقد المؤتمر الصحفي ما هو بريء، يدور يقولوا به السؤال اللي طرح طارق، يعرف انه معيطار شرطه الجرائم الاقتصاديه سابق الثلاثه اوتو تالي بلغوه بها سابق يعرفها إيه؟ بلغوه بها ويعرفها امور ثاني ما يصير، وعرفته انا وعرفت انت عارف عمرو زيد ما يعرفه هو، يعرف انه مستدعي سابق الثلاثه وتحديد الثلاثة ياك الى عيطت للشرطه شرطه الجرائم الاقتصاديه يقول هم معيطين كيف قال يسلكوا على خلفيه المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي يعدل نعلن عنه الا ياك قال تسييس الملف محمد بن عبد العزيز قضيته قضيه عاديه لو تركت ولين تسيس والله تنقلب تقلب الحقائق، ما انا لين يقبلوها لين يقولوا الحقائق والراي العام لا يعرفوا، يعرف ان الراجل معيط له ويعرف ان فاتوا عيط اكثريه المجتمع فيهم وهو لا يعيط له ووخر تعيط له لين فوتوا يستمع الواحدين لانه مو معترفين عليه ويعرف انه معيط يوم الاثنين، يمشوا يقولوا احنا لا ينعدلوا مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، بين يعرف يوم الثلاثاء لا يعيط له ويعرف انه طبيعه ملفه ما يكيت ملف الاخرين يتطلب الوقت ما كان يقد يؤخر تعيط له يعطاله فرصه ما نعطيه فرصه علاش هو قاعد يعدل هو يعرف انه لا يعيط له الى عدله يعود اضبيه طيب. ما ننفصل اللي هو يدي طيب لا يواجبنا طيب نتكلم عنه كحزب طيب. انا كل قلت قايل توف لا بناء على المنطق وتو منطق الاشياء ما كانت عندك ما عندي اي معلومه الله يعلم يلا نعرف انه معيط له طيب سيد الرئيس ثم حزبكم فيه واحدين من المشمولين بالتحقيق البرلماني وفيهم واحدين في قيادات الحزب تولي وفيهم مروه يجي تولاو اليوم مناصب قياديه في حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه، من رايك انكم انتم كحزب الاتحاد من اجل الجمهوريه ليتم عاطين للناس فرصه يتموا معاكم في القياده خصوصا انهم مشتبه فيهم والله ليتجمدوا عضويتهم في انتظار بت القضاء في الموضوع، ارجو منك الاجابه بعد الفاصل السيد الرئيس. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد، اهلا بكم السيد الرئيس من جديد. سيد الرئيس قبل الفاصل سولتكم على حزبكم في قيادته وفي مناظرينه شخصيات مشموله بملف التحقيق البرلماني، من دراك انكم انتم كحزب ليتم ولا الشخصيات تم في بلدها والله ليتم تجمدوا عضويتها في انتظار بث القضاء في موضوعها. شوف نحن قبال عندنا في المشمولين في واحدين في قياداتنا في اعضاء مكتب تنفيذي، اثنين منهم اعضاء مكتب تنفيذي. وحافظين لهم مكانتهم لأنهم ما داموا يتمتعوا بحقوقهم المدنية ولا هم مجردين منها ونستبعد على أنهم يجردون حقوقهم المدنية لا يتم ولا يمارسوا وظائفهم معنا ويمارسوا أنشطتهم داخلنا ومعتزين بها وبالنسبة لنا ما لا ندينهم على الإطلاق لأنهم ما هم مدانين هم مجرد مشتبه بهم قال الاشتباه عادي رواية عادي يطلب شيء رواية عادي ما يطلب سبب بالنسبة لنا ما يطلب شيء اللي يطلب شيء الإدانة وتجريد الانسان من حقوقه المدنيه والسياسيه. إدانة هذيك الساعه كاع ما تيتو انتم هذيك الساعه كاع مسولين بعد هم يقعدوا انتم كاع هم اللي ما يجردوا من حقوقهم المدنيه عندهم الحق يمارسوا السياسه. هم في حد إدانتهم وقاسوا مثلا السجن ما تيتو انتم كحزب الاتحاد يقعدوا بعد لا ما يجردوا انتم في السجن انتم مناضلين ومرتبطين بهم كاع ما يجردوا من حقوقهم. على كل حال هذا الموضوع مرتبط بالقضاء. واحنا لحد الساعه بالنسبه لنا نعتبرهم برعاء ويمارسوا انشطتهم معنا ولان قطعا هذا هو السيد الرئيس ما يعطي الصوره سيئه عن العكس هذا يعطي لا الصوره الطبيعيه لانك هذا عضو منك ومازال عضوته اشتبه فيه والله اصيب بحمى والله كذا نرجو له الشفاء ونعود كاع بريء وراجل ينالوا براءتهم وسابق بعد كاع يدانوا ما طيب السيد الرئيس هو شنو الفرق بين هذه الرواقيج المشتبه فيهم
ومعاكم انتم في حزب الاتحاد من الجمهورية سواء كانوا مناضلين أو قيادات، وهما والرئيس السابق سيد محمد عبد العزيز. شنو محمد عبد العزيز ما هو معانا في هم كانوا يوم مشتبه فيهم؟ لا ما انا الله اول ما رجع محمد عبد العزيز ما نعتبر شو محمد عبد العزيز ما انا شيطين حد، محمد هو اللي شيطن راسه والله بعض انتظروا براءتهم. محمد عبد العزيز هو اللي شيطن راسه والجماعه اللي معاه القليله هي اللي مشيطنته، ويخلم يلفوا ملف عادي. اما اللي قلت لك ان الجانب القضائي ما انا متكلم، المسار القضائي ما انا متكلمين فيه، لو لا تكلموا هم في السياسه واعتبرونا احنا كنظام وكحزب على النمط يكونوا ما نتكلموا. انا اكثر من مره استضافني وسائل الاعلام وزملائي نفس الشيء، محمد عبد العزيز ما قطينا تكلمنا فيه مهما كانت ملاحظاتنا عليه ومهما كانت المعلومات اللي عندنا. انتم اللي قلتوا الحمله ضده. اي انت ذاك ما هو حمله؟ ذاك ما هو حمله ضده؟ الحمله انت قلت الحمله ضد الحمله ضد اخراج محمد بن عبد العزيز من الحزب الحاكم. لا ما هو صحيح. مرجعيه انتم اللي قلتوها. اي هذاك غير ما اخرج شوف ذاك مولي الله يندار في سياق، وانت الحمد لله قاع هو اول حد عدل معايا مقابله في هذا المجال. يفرق حد بين محمد بن عبد العزيز رئيس كان يحكم ذا البلد ويتربى عليه ويقود الحزب والناس ماشيه معاه من طاعه ومشكله ومعتبرته مرجعيه، وانا كيفته وانا كيف وانا من ذاك النوع من الناس والله قاع على راسي الناس. وبين محمد بن عبد العزيز اخرج السلطه ولا بقى ولا حافظ على الكيان العام اللي الاطار العام اللي يجمعنا احنا، هو حاول على انه هو ينقلب على السلطه بطريقته الخاصه ما قبلناها له، لاني انا وحدي انا قلت له في وقتها ولا ما هو اخراجه على مرجعيه لي بي ار، على انها مرجعيته لا الرئيس اللي قاعد على السلطه قاعد على ذاك الكرسي من حد محمد بن عبد العزيز قاعد على ذاك الكرسي. محمد بن عبد العزيز عرف انه هو المرجعيه وعرف انه هو الامر والناهي، هذا الحق اللي كان يمارسه والناس من طاعه له باي منطق ينكره ويستبعد منه ويحاول يقصي منه الرئيس الحالي. الى عاده مجموعه قليله كان محمد بن عبد العزيز نسق مع هذا الموقف، الخليل بعد ما هو منه وراني لك بعد واسمح لي هون لا نشرح للراي العام لاول مره نذكر الجزئيه. انا محمد هاو عبد العزيز معروف اني الناس اللي بشمعه ومشيت معه عن قناعه وانت تعرفها، وضررت من عهده وضر مصالحي ولا قطاك على الاطلاق اثر على اداي ولا على مساندتي له، ولين عاد لا تنتهي مأموريته طلبته ناقش معه مصير الحزب وقال لي بالحرف الواحد في مكتبه ذات يوم ندور نعيط لك لين نوفى من الاستفتاء ونناقش معاك الحزب ولابد ان نصلحوه. ولين عد لجنه اصلاح الحزب استبشرت به خير، ماني فيها ولا فيها بالنسبه لحد يضيع بعد، استبشرت به خير واعتبرت على انها داخله في اطار ذاك القط. قال لي تاكد اتضح فيما بعد لجنه اصلاح الحزب انها معدله لا طريقه لقتل الوقت ودار فيها محمد الشد بالمناسبه. محمد الشدو كان في لجنة إصلاح الحزب، وبالتالي لجنة إصلاح الحزب اللي عدلت من شيء ظروف لجنة بعد فرعية ما الله اللجنة المركزية وأعي ما أقول واللجنة اللي عدلتها هي لجنة إصلاح الحزب. هذا الإصلاح عبارة عن ذاك الانتساب اللي فيه مليون من البشر، معناه أنه ما أصلحت وعدلنا المؤتمر وكنا نتوقعه على أن لا ينتخبوا قيادة جديدة. جاتنا لجنة التسيير اللي رأسها سيدنا علي. مع ذلك طلبت اجبار محمد بن عبد العزيز عده مرات ناقش معاه علاقتي وعلاقته وعلاقته هو بالمشهد السياسي ما بعد خروجه من السلطه. ولين تلك طلبت محمد محمود الابراهيم خليل صديقي وزميلي واللي باقي يكتب بعد شهوده، طلبت انه ينظمني معاه موعد السفير وحدد لي موعد وجيت وناقشت معاه قلت له انا نبقي ناقش معاك سيد الرئيس مستقبلنا ما بعد خروجكم من السلطه. قال لي هي ندور نجابر معك. ما جابر معايا وعدل هو من حركته وتصوره والسيناريو هو اللي عدل انه لا يتمسك بالحزب ولا يقبضه ولا يعدل فيه شن قالوا المكتب السياسي بذاك اللي حق. هذا هو اللي انا ماني مقتنع به ونعتبره على انه هامنوش السلطه من عقابها ولا قبلتها، تالي ما هو اخراجه. هذه قناعتي لاني انا اذا كان نعدل قناعات ماني معدله على ندور به مصالح ولا ندور به سواد عيون محمد بن عبد العزيز ولا سواد عيون الرئيس محمد بن الشيخ الاصفهاني. انا قبلهما انا ابن هذا البلد وضحيت من اجل مده 40 سنه ولاني قابل بلدي ولا وطني
اعلن اعلن انه يدمر واعلن انه ينقاد بعقليه عقليه النوبيات. محمد العبد العزيز كان همه انه الحزب يتحكم فيه، والدويره والله الدار اللي كنا احنا فيها اللي رحلنا منها اخيرا اللي يعتبرها داره، معدل فيها مكتب مؤسس 140 مليون، واعلن انه لا يعود فيه، واعلن رئيس الحزب لا يعينه هو، وتم يعطيه الاوامر انه يعدل مكتب سياسي ويتحكم وكان الرئيس الحاجي بو. هذا انا ماني قابله، ولاني وحدي انا هب معايا تيار كبير ان قالوا تيار المرجعيه، انا لا احد عضو من افراده ولكن مش جابرين بينا نعتبره، لان هذا ما في الاستقرار، وعلن هذا لا يعيد محمد العبد العزيز من الكوه واحنا ما قابلينه. هو قد يقول قائل هو لا كان يدور الحزب يعود حزب حقيقي مرجعيته، ما هي صحيح مرجعيته، ما هي مرجعيه ما شخصيه، ما هي صح، ما تعود مراجع هو مراجع كامل شخصية. هو ذا كامل كان يدور لا شيء شخصي، كان يدور يتحكم فيه اللي يعتبر انه لا يتحكم فيه، وباني سيناريو على انه متحكم في البرلمان وانه متحكم في الحكومه وانه متحكم في بازب، وعلى انه لا يعدل وسيناريوهته انه لا يعدل انقلاب داخل الحزب، وبالتالي يعد الرئيس رئيس شكلي، وبالتالي ما قبلناهته. طيب سيد نائب، انتم قدتوا ذي الحمله، حمله المرجعيه، ما عاد اصطلح على تسميته بالمرجعيه على الاقل في الاعلام، قدتوا ذي المرجعيه، شنو هي النتيجه اللي جبرتوا من ذي الحمله؟ يعني النتيجه سياسيا هم. شوف انا ما انا اللي نعدل، خصوصا انكم انتم اليوم هم النائب الخامس للرئيس. انا اللي نعدل يا مختار، انا اللي نعدل، ما ندور به مكاسب، انا اللي نعدل ارضاء ضميري وبوصلتي ضميري، ولا قطيت ندمت على موقف معدله بي اللي ما نعدل موقف ولا نعب. هو في فرق بين الراي والموقف، ما قطيت قبلت موقف ماني مقتنع به ولا قطيت ندمت عليه. يلومني البعض اللي شفقة علي وكذا، يقول لي انت تقبل الموقف الفلاني، انا مقتنع بذاته، انا وبالتالي ما ندور به شيء، ندور به اني نعتبر ان هذا هو اللي صالح البلد وعلى صالح الاستقرار. انتم تعدلوا السياسه، هذه هي بالنسبه للسياسه، سياسه انك تعبر عن رايك، تعبر عن موقفك، دور مكاسب سياسيه، مكاسب سياسيه هي انك تعدل حزب، انك تساهم في خلق حزب مؤسسات، ما هو حزب افراد. لي بير كان عباره عن اداره يعين محمد العبد العزيز فيها اليوم عمر ويقلع الصبح، هو هذا ما هو صحيح. عقب المؤتمر، عقب المؤتمر عاد فهمشي ماذا هو، عاد نحاول نعرف النسخه اليوم تختلف تماما. خليني نقول لك علاش تختلف. هذا اليوم حزب مؤسسات، اولا قياده جماعيه ونصوص، وحد قراها يعرف علينا ما هي النصوص يامس، وعلينا عمله جماعي، وعلينا الرئيس اللي هو مرجعيتنا ما هو متدخل لنا حق انه سندنا واحنا يشكلنا مرجعيه، يا غير العمل الحزبي نعم نمارسه عملنا كيف تعمل الاحزاب، ندوروا حزبنا هذا يعود حزب مؤسسات اتحاديات ويعود فيهم الثقه، واقسامه لها معنى، ومنتخبوه عندهم معنى، وقياداته عندهم معنى، وواثقين من انفسهم ويمارسوا نشاطهم كما يروا. انتم اليوم معدلين قياده جماعيه للحزب؟ نعم. عدينا بعد سيد الرئيس قال ان هم صراع ما هو الحزب. صحيح، لا اقول الصراع جسد فاش، ما قايل لك انا ما فهم صراع ولا فهم خلاف ولا فهم خلاف، مع ان قاعد احزاب عادي انه تعود فيها منابر بعد لحد الساعه، وقايل لك انه ما ولا يعود فيها، لان ما فينا احد عنده ضرر شخصي، وانه منسجمين، والرئيس اللي يقودنا عنده عقليه واراده واسلوب العمل التشاركي التشاوري. كنتوا تقولوا عن الرئيس السابق؟ ما كنا نقولوا، شوف ما هي صحيح. شوف صديقي انا السيد محمد المحر، وفعلا اداء جيد، يعرف وتعرف الناس كامله انه كان هو وحده يمارس يغير، وعلى انه كان عباره عن سيد محمد بيه اللي يعرف من الحزب، واذا قالوا هو يعرف من الحزب انه اداره بيه، لو كان حزب ما يتم مكتب التنفيذ المجمع برئاسه سيد محمد الرئيس سيد محمد المحام، اللي يجيهم قرار، راكم عادت عندكم لجنه الاصلاح فيها باتشي وفيها محمد عبد الفتاح وفيها محمد الشد وفيها فلان وفيها فلان، وعود قاع رئيس الحزب ما هو خالق المكتب التنفيذي قاع امشي، ما مشاه مؤتمر المكتب التنفيذي، يا الله يمشيه لا مؤتمر، اذا كان اداره حق على سيدي محمد بذكائه وبحكمته وبحنكته على انه وطى على ذاك كامل، يعني كان يفرط بيدي على محمد عبد العزيز، لا يريد ان يكون هذا اليوم لا يريد، هذا ما علم الله تبارك وتعالى اعلن 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 انه عنده وجه شبه سيدنا، احنا قياده جماعيه مع حنيني نمارس نشاطنا واجتماعاتنا ومواقفنا وارائنا، نداولوا بيناته والراي اللي الموقف اللي استصوبنا نقبوه. طيب والرئيس الجمهوريه ما بدخل نفسي. طيب سيد نائب، انتم اخر شيء عدلتوا كحزب تظاهره بمناسبه السنه على تسلم الرئيس محمد للشيخ الغزواني السلطه. هاي التظاهره هي نفس التظاهرات اللي كان عدلها البي ار في نسخته الماضيه. انا ما قلت ان ما هي تظاهره في شكلها شيء طبيعي، البي ار كان اللي يعدل لما هو حتى ان زميلكم الرئيس السابق لحزب التواصل
زميلكم السابق في الجمعية الوطنية واللي كان نائب معاكم في دوره قبل الماضي انتقد انتقد الخارج لا نفس الشيء قال شي ما اختلف مع احترامي له هذه خرجة مع الدين حدث بالنسبة لنا يستحق على انه يخلد وعلى انه يبرز والزامن مع اختتام الدورة البرلمانية ونحن كنا دين تختتم دورة البرلمانية فريقنا البرلماني تشجيعا له على أدائه كنا نعدلوا له دعوة الزامن مع كورونا والزامن مع حلول الذكرى السنوية الأولى لتنصيب فخامة الرئيس واخترنا نعدل ذاك النشاط كتعبير عن 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 موقفنا ورؤيتنا للحدث ولطبيعته ولأهميته وتالي عادي شكلا ومضمونا كنا لا بد نعدله يا غير السيد الرئيس كيف قال هو ما اختلف أي شيء سوشنو لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون كان فهم اسم الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز انقلاع ومدار بل اسم الرئيس الحالي محمد بن الشيخ غزوان معناها أن حزب مازال حزب يحكم بنفس العقلية حزب السلطة والدولة هذا شو والمخزن شوف حزب السلطة بمعنى إذا عاد تقصد أنه حزب داعم للسلطة ومتبني برنامج رئيس الجمهورية هذا حق يا غير أنه إذا عاد حزب السلطة ما هو حزب الدولة لكن احنا المصطلح مثلنا قلنا أكثر مرة ما ينقال أنه حزب الدولة احنا ينقال أنه الحزب الحاكم ولا الحزب اللي داعم الرئيس واللي متبني برنامج الرئيس وبالتالي لا ندعي على ان حزب الدوله وقلنا على ان ما نقبل ممتلكات الدوله ولا مال الدوله ولا نقبل شيء من ميزانيه الدوله ما ذاك اللي عاطينا القانون في اطار تمويل الاحزاب ولا نقبلوا فضلت رجال الاعمال ولا نعدلوا عليهم الطبقه ما نجمعوا فضلت رجال الاعمال ما تقبلوا ما نقبلوه يكون حد من طوعنا من اعضائنا وساكم مثلا ما هو الرجل اعمال من ذاك عاطيهن واحد من اعضاء مجلسنا الوطني هذا ما لنا طالبين له طوع به الامام ولا ابنه جزاه الله خيرا طوع عنا قبالي لين ضايقنا في المقر اللي لنا الصحق ومشري من فضله الحزب وقال محمد بن عبد العزيز النلو من اجل علنا ما ما دام لكم لماذا على كل حال ذاك موقف قبل رئيس الحزب ونحترمه له انا بعد كنت ضده لان هذا مقر احنا اللي شارينه من فضله ميزانيه الحزب وتالي علمنا ولين واحد من اعضاء مجلسنا الوطني من رجال اعمالنا شاف ذاك جزاه الله خيرا اشترى لنا مقر وعدنا فيه وفي رجال اعمال رجال اعمال تنقال ذوك اللي لا يبتزوهم ولا يقولوا لهم عدلوا ولا يعدلوا لكم كذا ولا يتدخلوا لكم خليني جو ولا هذا هم يعرفوا ولا يتدخلوا لكم شور الاداره الفلانيه ولا يمحوا عنكم الضرائب ولا هذا ما نعدينه يا غير دين تطوع لنا حد المختار بعشر رقيات ويطوع لنا ذاك مليون ويطوع ذاك بعشر ملايين ويطوع ذاك بخمسين مليون كيف يعدل واحد من رجال أعمالنا أعضاء مجلسنا الوطني هذا ما نقول له فضلت رجال الأعمال هذا مناضلين يطوعهم بإرادتهم وإحنا زين عندنا ذا ولا عدلنا هسر انشدنا بها في اجتماع مكتبنا التنفيذي طيب إبراهيم القد جسير دير وطانا 50 مليون اجتماع مكتبنا التنفيذي الموالي طالع عليها من مكتب التنفيذي ما أننا طالبين هلو معناها عدنا رجال الأعمال اللي منهم ساهم وبالتالي ما أننا قابلين ميزانية الدولة سيد نايف بعيدا عن العواطف رجال الأعمال لا يعطوا فضلهم يكون مصلحة إيه مصلحة كبار هم يحصلوا الفضل يعطوه كل مصلحة يعطوها كبار المصلحة يعطوها مقتنعين بها وهذا النظام هو داعم بنا احنا يعرفون الحزب الداعم للنظام هذا داعم به النظام الكبار هذا رعي الجوهر بعد ما اختلف جوهر اختلف بعد جوهر قالوا هم وقالوا واحدين اعلن ميزانيه الدوله والوزاره الاولى ان كانت مول للحزب هذا قالوا واحدين وكانوا عندهم مسؤوليات احنا بعد ما نعدلوه لان اللي نعدلوه والنظام اللي عندنا والرئيس اللي عندنا ما ولا يشجعوا له وقال له يقبلوا واحنا ما هو في قاموسنا كقياده جديده معدلين ميزانيتنا المتواضعه انطلاقا لا من امكانياتنا وانطلاقا من اعتمادنا على مناضلين من تفاوتوا منها رجل اعمال اشتراكوا ما هو كيف اشتراك غيره اوتو طيب سيد النائب انتم اليوم كحزب وهذا هو اللي فرق بين الاحزاب كاع احنا هذا هو معناها ما انكم انتم هم اللي تعينوا تعين الرئيس يلا احنا بعد هذا الحد ما هو منتسب لكم
ما متسب لكم شيء. احنا كحزب احنا كحزب ما نعين واحد منتسب لنا والله نتوسطوا له والله ندخل له. يا رئيس الجمهوريه هو اللي عنده الحق في عين في هذا ويعين الموريتانيين كاملين وظائفهم وهذا قاعد اللي ميزوه برنامجهم اللي اعلن الوظائف الاداريه والفنيه اعلنها الدور تعود للجميع. هذا اللي يا مسؤول اليوم يقول المعارض انه ما فات خلاص على كل حد دور الوظائف لا 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 حكر ما زال شو ما قالوا اللي نقول لهم انه ما هو شكل ذاك هذا النظام ما هو منقص حد ما هو عافي حد لانه ما ينطلق من عقليه مزاج ولا من عقليه اللوبيات ولا متدخل له عمرو ولا زيد ولا متدخل له قبيله ولا متدخل له الصح حق رجل اعمال يقلع هذا ويدير ذاك ولا هو معين عمرو ولا زيد اياك يعدل به والله يبتز به والله ينهب به في معايير لرئيس الجمهوريه وحده الحق في 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 تقدير وقتها وشكلها الى بعد في برنامجه وظهر ان ذا الرئيس محمد الشيخ رزباني انه ذا اللي يقول انه يفعلوا ما هو لا القول وحده اعلن الوظائف الفنيه والاداريه اعلنها من حق الجميع واعلن انه سيشرك فيها الجميع وظاهر اعلن الفتره القادمه والايام القادمه الدور طيب ذلك. سيد النائب انا ما زال عندي ياسر من الوقت وما زال عندي قدر من الاسئله نختار نستغل حضوركم معي ونطرح عليكم سؤالي الموالي الوزير الأول المعين الجديد محمد البلال مهندس محمد البلال سيقدم برنامج حكومته في البرلمان على الأكثر خلال أقل من 3 أسابيع لأنه عنده مهلة زمنية مدة شهر لا يقدم برنامج حكومته هون للبرلمان ولا يتم التصويت على إعطاء الثقة سيد الرئيس صار لكم على أبرز ملامح البرنامج الحكومي اللي تعود شنو بشكل مختصر بشكل مختصر أولا, أولا اللي لا نقوله باسم الحزب على أن مهنين أنفسنا على اختيار عضو مجلسنا الوطني المهندس محمد البلال على رئاسة على تعيين وزير أول خلفا لأخينا وزميلنا إسماعيل والبدول الشيخ سيدي وعلى أن داعمين هذه الحكومة كيف دعمنا الحكومة الماضية هي حكومتكم حكومتنا بعد كيف اللي سبقتها حكومتنا من اللي أي حكومة عينها خامة الرئيس احنا نعتبرها حكومتنا برنامجه اللي يتكلم عنه الله هو والله مستشاره غير انه لن يخرج على الاطلاق عن في خطوطه العامه عن برنامج فخامه الرئيس برنامج تعهداتي اذا ورقه قطعني يشملها وعلى ان الحكومه مطلوب منها كيف مطلوب من اللي سبقتها انها تعمل على تنفيذ هذا البرنامج اللي يشكل العقد الاجتماعي بين الرئيس والشعب الموريتاني طبعا قدامه ياسر من التحديات تحدي البطاله تحدي الفقر تحدي المديونيه تحدي تذليل الفوارق الاجتماعيه تحدي ارساء دعائم الدوله ودوله المؤسسات وفصل السلطات هذا دور يضمنه برنامجه ودور ركز على الجانب الاجتماعي لان الجانب الاجتماعي في برنامج الرئيس بارز من خلال اهتمامه بالطبقات الهشه والمضبونه وبالتالي السياسات الاجتماعيه دور تعود تشكل محور كبير في وقضايا حقوق الانسان وقضايا وهل لكم علم هون الثقه في البرلمان اللي يجبرها معدل عالي؟ والله بالنسبه لي انا ان الفريق اللي بي ار اللي شكل وعلى انه فريق المعارضه يدور يعني الفرق الاخرى تصور يعني لان فم ومولي هذا من اللي يميز العهد الجديد على ان اللي قالوا المعارضه والموالات والله الأغلبية صح التعبير على أن فيه خطوط عامة وقضايا كبرى مشتركين بالتالي على أن غير ما هم مشتركين التصويت على الثقة للحكومة على كل حال المضمون بعد يدور فهم اعتبارات قد يطرحها البعض وهم أحرار في ذاك يا غير بعض قطعا أنهم من خلال اللي عبروا عنه ومن خلال اللي شافوا أني أنا بعد نحييهم كمعارضة وهذه هي المعارضة الصحيحة لأن معارضة صحيحة اللي تقول المعارضة الهادئة ما الله المعارضة وديعة معارضة لا المعارضة الصحيحة قد عود التعبير ما مفهوم المعارضة الفرق بينها هي والأغلبية الأغلبية تدعم والمعارضة تقترح والمعارضة المعارضة تنتقد مشاركتها ليك تشارك ليك مشاركة هي الأغلبية وهي تشارك بالنقد وبالتوجيه تقدم بدائل تمام خلال الاقتراحات وهذه الاقتراحات تعود مفيدة اللي نعود من النظام يستوعبها وياخذ بها ما مجرى ما لها طيب وهذا هو الخالق درك عنه سيدنا إذا جو الهدوء اللي خالق اليوم بينكم انتم والمعارضة ما درى لي يلوح فيش هاي يدور يلوح الله لمزيد من الاستقرار ومزيد من التلاحم وهذا الفضل فيه للرئيس محمد والشيخ رزباني خطابه الأول إعلان ترشحه وبرنامجه وسلوكه مع المعارضة وتعامله معها
وبالتالي ظهر لهم على ان هذا رئيس على انه جدير بعلى انه تعطى له فرصه وجدير بعلى انه يحاور معه وجدير بعلى انه وانه اهل لقياده البلد. طيب السيد النائب، رجوع لبدايه الحوار، كانت قبل جزئية سيت ما ذكرتها لكم خصوصا على اني استغل حضوركم، ثم نائب رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية، رابط العمد الموريتانيين واخذوا بيان حول التطورات الأخيرة، دعم لتحقيق البرلمان، واخذوا بالتزامن مع توقيف الرئيس السابق، لماذا ما يأخذ البيان عن تصويت البرلمان على التوصية؟ لماذا؟ ما يأخذ البيان عن تصويت البرلمان على التوصية؟ ما نعرفش، هذا السؤال قلت أطرحه عنه خصوصا أنه رابط العمد في النهاية أنتم الاتحاد من الجمهورية تشكلوا أغلبية. شو احنا لا نخفي على أننا حزب وعلى أن مؤسساتنا وهيئاتنا على أن متناظمة معانا وعلى أن يربطنا خيط واحد وعلى أن خطنا العام على أنهم يعبروا عنه، وبالتالي أي موقف قبلناه وأي توجههم يترجموه في مواقف، يترجموه في خطابات. ما تأخر مر الله، هذا أمان الله ما تأخر. كان يالتهم يوخوه ذيك الساعة عند التصويت البرلمان، السلطة التقديرية عند الله رابطة العمر هم اللي منبهينهم على أنهم يوخوه البيان. نعم، عادين هم من وحي إرادتهم واستغلاليتهم، احنا واثقين في موته، لا هم حدهم المجالس الجهوية عدلتها والفريق البرلماني هذا كامل قال على أنه أنتم هم اللي وراءهم، هذا كامل احنا كحزب، هذا الشيء طبيعي، احنا اللي نقوم موقف، احنا اللي نقوم موقف ونعبروا عن موقف جزتنا ودور تعبر عنه، الفريق البرلماني جمعهم وعدلوا ورابطة العمد عدلته، المجالس الجهوية عدلته، الشيء طبيعي، ما أنا اللي نقوم موقف ما عدلوا. قرر تأخر؟ ما تأخر، خبر احنا لك، خبر احنا فيه. طيب سيد الرئيس، اخر اسئلة عندي. سيد الرئيس، تمر خليل الطيب دور تعود تسمعوا ياسر من انتقادكم خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، وين قال انكم تغيروا مواقفكم وانكم ياسر مشي، دور تعودوا لا تسمعوا كامل. طبعا انا استغل سعة صدركم لنطرح عليكم بما يمليه الادب طبعا. لا حرج عليك، اللي واجب. سيد الرئيس، ما ظهركم اليوم عندكم انتم النائب الخليل الطيب، عندكم مصداقية عند الرأي العام الموريتاني خصوصا بعد ما يوصف بتقلبات النائب الخليل الطيب في مندفع بقوة في دعم النظام السابق وفي دعم شخص الرئيس السابق، وتعتبره على انه كيفت مانديلا وكيفت جمال عبد الناصر، اليوم عاد لا شخص عادي ولا هو مرجعية ولا هو مفكر ولا أي شيء. ما في تناقض والله اللي قلته هيك ساعة وقايل هيك ساعة. يلي يقول أنت ما لقيت النظام السابق، ما لقيت فترة محمد العبد العزيز كرئيس، هذا اللي نعود قلت عكسه في زمن محمد العبد العزيز كرئيس، نتيجة لأني متأثر موقف والله تغيير موقع والله كذا، يعود ذا حق اللي نعود أنا ظل موقفي منسجم ومتماسك وواضح أن ما تحركوا مصالح شخصية، لأني أنا اللي كنت لاهين نغير موقفي من محمد العبد العزيز كرئيس ونغيره هون 2014 اللي حاصرني وضرب مصالحي وضرب مصالح يتامى عندي، تعرف أنت تشهد على أني موقفي ظل ثابت مع محمد العبد العزيز لين سلم السلطة. أنا الكونترا ضميري والإطار الأفق اللي نتحرك فيه هي مأمورية الرجل، أنا دعمته مايو 2010 وتميت معاه اللي نسلم السلطة، ولو كنت، وهذا هو اللي قلت لك طلبت إجباره، لو كنت التزمت له على أني أنا ولا يتم رفقاء إلى ما لا نهاية ما نعود غيرت موقفي. إذا أنا حد النظام قائم، وإذا كنت نقول فيه اللي هو اللي قلت في الراجل الرئيس الحالي على انه مرجعيه، انا بالنسبه لي محمد العزيز مرجعيه كان للحزب، اذا ما تغير موقف. اللي غير موقفه محمد العبد العزيز اللي قال على انه ماشي عن السلطه بارادته وسلمها ورقص منا ذاك اللي يرقص، ما هو صحيح، ذاك اللي ما هو صحيح، ما علم الذي لا شريك له، ظهرنا ما هي صحيحه، انه ما هو ماشي عن السلطه وانه حاول ينتشلها من اعقابها حق عادل خليل وجماعه معاه ما هم قابلينه، وكان عندي من الشجاعه اللي نقول على اني ماني قابله، بس وصل اللي يبقى يوصف ذا على انه بالتقلب وبالحرباء وبالنفاق وبكذا، هذا كامل سمعته، وبالتالي ما قطيت على الاطلاق تاثرت من اللي نقول. ظهر لكم سيدنا يكون عندكم مصداقيه عند الراي اللي يتحدوا الراي العام، انا ما قد نقول كان انا بعد عندي مصداقيه عند راسي وعندي ثقه في اللي نقول عن نفسي وضميري ما قط انبني في موقف لا ينعبر عنه، يقدر نعبر عن رايي غلط، يا غير ما قطيت قباصته موقف ماني مقتنع به. وبطبيعة الحال كإنسان صاحب هم عام وموقف عام وفي الشأن العام
عرضة للتقييم، التقييم فيه شعود موضوعي وفي شعود ما هو موضوعي وفي شعود منصف وفي شعود تحامل، وأنا خضعت لذا كامل؟ راهم عاد فم واحدين يعجبوني ويقولوا اني ماني شي واني منافقي، راهم واحدين يقولوا اني بطل وواحدين يقولوا اني شجاع وواحدين يقول لك اذا رجع لك ما هو لا هذا ولا قادر خليل بعد بوصلته لا ضمير، وبالتالي مرتاح لك تنعبر عنه بالواقف، وبالتالي ما غيرت موقفي، اللي غير موقفه وغير استراتيجيته محمد بن عبد العزيز وجماعه قليله معاه. يقول لك انا ما غيرت موقفي، اللي غير موقفي انتم كنتوا داعمين، احنا كنا داعمين لك رئيس، وقلتوا لي وقلتوا شوف اعتبر مدحتوا العكس شتى الامده بشتى الصنوف المدينه، احنا خلطت السلطه قمتوا تهاجموا، احنا 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 جابرنا وانت لا في طار السلطه، احنا انت جابرنا في طار السلطه رئيس جمهوريه، ما انك مفكر، انا قلت له ما مفكر على الاقل سيد نايب، على الاقل انتم هذا الراجل كنتوا داعمينه، على الاقل هنا خلاص السلطه، على الاقل سكتوا؟ ما احنا سكتنا، هو اللي ما سكت، هو اللي حملنا، انت تعرف اني انا اول مره نتكلم اللي عيط لي سيدنا علي، انت لا تنسى انا تميت ذات يومي اللي عيط لنا سيدنا علي رئيس لجنه التسيير، انا ومجموعه معي من البرلمانيين القدماء يترأسنا السيد محمد عبد الرحمن، وجينا وطرح لنا مجموعه من الاسئله، قال انا ممكن اعرف رايكم في المؤتمر كان انت يعدل وشنو الطريقه اللي نشركوا بها الوافدين الجدد والبقر الله يتحول، شنو رايكم فيه؟ قالوا له رايهم كامل، سولت وانا قلت له نبقى بعد قاعد سابق من دراكانكم انتم بلجنه التسيير مع الرئيس الجديد محمد الشيخ لازواني، يكانكم في حسمتوا المرجعيه والله ما حسمتوها، يكانكم تعتبروه مرجعيه هذا الحزب، الا عدتوا تحسمتوه معاه هذا هو اللي ندوروا لا اشكال، ولا عدتوا ما تحسمتوه معاه ما انعش قاع جال على مؤتمر سابق ما تحسم، قال لي انت تلعبوا بالنار وهذا خط احمر وهذا هذه هي البدايه شنو قال التواصل الاجتماعي بالهجوم علي من طرف جماعه قليله بدات بالحقيقه يقولوا واحدين مجند محمد عبد العزيز بدع علي وبعيبي وكذا وكذا ما اقدر فيه، قال محمد عبد العزيز ما قلت سميته على الاطلاق اللي جاهم في اللجنه البر لجنه التسيير وقالوا هاي المرجعيه وافده ونعرف جايبتها مجموعه من الخارج، هذا خارج الموضوع، هي الافكار تنقبض من كل بليده، يلا انا بعد قاعد لا وحي رايانا، معناها اني محمد العزيز ما انقلبت لي، محمد العزيز هو اللي انقلب على راسه وانقلب على صاحبه وانقلب على الرئيس اللي قال انه داعمه، حق يبدو انه ما كان ماشي عن السلطه، انا بعد ما عدلها بي ولا عدلها معي ولا شاورني عليها، ولو كان قد تطرح لي وهذا هو اللي بذلت جهود قصارى جعلني نجبره بي اللي عندي الاخبار من وسطه هو من اصدقائه وغيره على انه ما هو ماشي، وعلى ان الرئيس الحالي محمد الشيخ رزواني في مارس لا يستقيل وعلى انه متفق معاه على ذا، انا ما قبلت شو بيدي المعلومات كانت عندك كانت عندي بعد وظهر انها صحيحه وقالوها لا من مصادرها وهو ماني قايل عمرو زيد يا غير من دائرته الضيقه اللي يفارش فيها بعضها كان يقول والمرتاني كاملين يعرفوه، انا بيني خلط لي مسالتي واحده هذا ضده وواحده عندي المعلومات وكشفتها كشفتها قريب على كشفتها لا لين باح محلها وموجبها من طرف قاتل يعود سيدنا علي اللي رئيس لجنه كذا وكذا ويقول هذا ويقول على انه كل شيء يعرف انه خارق الله هو ذات مرة انا هو وفاضيلي ولا الرئيس قاعدين يفكتوا قلنا له المرجعية قال لنا انا ذاك اللي فيه محمد عبد العزيز ومحمد الشيخ لوزاني هما شخصان في شخص واحد عقب ذاك يجي محمد وعبد العزيز وجمع بهم تنكرنا نهار بقد وقال انه لا ينحر الحزب قالوا حزب محمد ولا عبد العزيز ولا تعاطي القى وقالوا لا يصوعنا من الحزب انه كذا وكذا عقب ظهروا لناك ما هو ما كنتوا تالي محمد العزيز واللي شاهد عدل علينا احنا انقلاب وقال اننا نصاعوا وان الحزب ما هو حزبنا وان حزبه هو وان الرئيس الحالي انه لا دور له فيه واخباره قال يعود رئيسه وشنو هي علاقته هسه انه هو محدد رئيس الجمهوريه كان يصدر الاوامر للحزب ومحدد اداره ويسد فيه ونير ذا الحق اللي كان يمارسه ما هو عاطيه للراجل اللي اشتق الشعب الموريتاني بجداره وبقناعه انا دوري لا حد قلت لي ماني قابلته عبرت عنه براي ما عندي بعد دبابه ولا عندي مليارات ولا اني لا امشي عندي راي ونملك الله هو وحق عندي كبار قدره على المواجهه شيء مقتنع به يعمل العالم كامل يعود ضده بالتالي انا هاي قضيه مرجعيه ماني مناقش مع احد ولا اني مستمده من احد والرئيس الحالي محمد الشيخ لازواني اقسم بالسميع العليم اللي اعطيته 6 اشهر ما قطيت جبرته الا نتجنب نجبره خوفي يحرجني والله نحرجه ما كنت يعلم الذي لا شريك عندك تنسيق مع دوائر يعلم الذي لا شريك له ولا شبيهه ماني منسق مع مجموعه من البرلمانيين ومجموعه من السياسيين يا محمد يا رئيس محمد والشيخ لازواني رغم علاقتي به وصداقتي معه يا السعد اللي بدات نعرف على اني فعلا اني ما قطيت جبرت ما قطيت سعيت من جبر
يا غير تعرف انه مونكا عندي ما نعرف له شيء، انا مونكا عندي انا بعد انا بعد مونكا عندي وقناعتي يا غير يعمل العالم وراني لك جاوني اخوتي وجاوني اصدقائي اللي نعرف انهم يبقوني ويحترموني ويبقوني كل خير وحاولوا يثنوني عنه باللي يعتبروني وحدي. قلت لهم ما قادلي لا ما لا انا شيء مقتنع به ما لي لا ينهى عنه ولي غير ما كنت وحدي انا كان معي تيار كبير محمد يحاول الحرمه وغيره وقريني ايش راح نحسب لك انت تعرف الجماعه وفي جيتنا في اجتماعات ومعنا البرلمانيين معنا المرابط والبنايه ومعنا شمال ويداري معنا حبيب اللجاء حبيب اللجاء انا هو قاده المشعل وفاضيلي ولي الرئيس ولاني احمل ايش راح نحسب لك وميتر عالي هذه هي الجماعه بدت خليه صغيره وكان هذا عثمان كان هذا اللي حال الوزير عدلتوا اجتماع على طريق جوجت عند حساب اقبال تحشينا عند فاضيلي وتعرف ذاك اللي قال ونكره واحد منهم ذاك ما قاديلي فيه ذاك انا بعد ما كرته بي اللي حق بي اللي مقتنع به وهم مقتنعين به وتمينا واصلين عقد المؤتمر وتمينا جماعه متماسكه قال خلق المؤتمر استجبنا فيه تو ثاني ما هو الخليل ترى كانكم زدتوا التيار في داخل ما اعلم الا الى الشريك والله انتهى كل شيء. طيب سيد نايب سؤالي الاخير انا وقتي وفيشر المخرج وقتي ونهائيا سيد نايب من رايك كان في موقف قط قبله الخليل يعني طبعا لا في الحياه العامه واليوم متندم عليه ماني متذكر والله ماني والله لو عاد به الزمن يصحوا ماني متذكر على اني قطيت قباص موقف بعد اليانه متندم عليه والخليل خليلين خليل ما قبل 2010 والخليل 2010 الخليل ما قبل 2010 ما كان عنده موقف خارج تياره السياسي اللي هو الناصري اللي هو الناصري حق بعد سوى المرحلة اللي احنا في حزب وسوى المرحلة اللي نحن نعدلوا العمل السري يا غير 2010 مواقف الخليل وهذا هو اللي فسر ثباتي مع محمد بن عبد العزيز لاني قبلت موقف وحدي اصحابي ما دعيتهم له ولا طلبت منهم شو عن ابل ما تتنسق مع التيار ما في الموقف ما ننسق مع احد بالتالي ما محركني مصلحه ولا مشيتني مصلحه عام مولى خاصه مقتنع واستهواني والله استهواني شعار الرجل اللي عبر عنه مكافحه الفساد قطع العلاقه مع اسرائيل انحياز القضايا الامه هذا هو اللي مشاني مع محمد بن عبد العزيز ابن نصف الطريق والله في ثلث الله كذا ذاك اللي خلق من الاخطاء طبقت فيه ذاك السياسه اللي تعدل سوني ماكس سوني ماكس كانت عندها الورقه المحيليه مع الورقه المعلومه تعدل شين قال له الترابيط معناها عن المواقف اللي انا ماني راضي عنها متخذها محمد بن عبد العزيز نجملها ضمن المواقف تمشي في اقلاق المواقف اللي راضي عنها وهذا هو اللي فسر تالي ترى كان قطن عرض عليك منصب ورفض جباري الاول مع محمد بن عبد العزيز 2010 مايو 2010 قال لي بالحرف الواحد انا قال لي لا تبقى تعود وزير عتبك تعدل الحزب وهذا قلت له مرات قطيت قلت لك انت في قناه تذكر الساحل 2014 قلت له لا هذه ولا ذاك ما ندور عود وزير ولا نبعد الحزب انا لا جاي برنامجك انت لا ندور تعود عندي موطئ قدم في نساعد فيه مشاني محمد احمد محمد رئيس الحزب كساء وانت ميت الفريق اللي بار لقدو ما تالي ما لا ما قطيت معنا انك جاي معنا انا تبع جاي للدور لا للسلطه جاي انا ماني جاي نعدل العمل الخيري لا ما قبلت طبيعتي انا طبيعتي انا ما نمكن وظائف انا معاوية سيد احمد الطايع ما قد عود خالق رئيس اكثر علاقتي بي 87 وانا ماشي على كرعية واصحابي توزروا وانا ماشي على كرعية ولا عندي مبيت ليله انا ما يحركوني انا ما يحركوني الوظائف وكنت متعد منها وما زلت متعد منها ولا نبقي وظيفه رسميه تقيدني يا غير المعنى وتوف اني لين عود عندي اطار نتحرك فيه ونعطي فيه راي ونعطي هذا هو اللي دور وهذا كنت جابره سابق 2016 سابق 2014 يا غير جبرت منبر هون تتكلم فيه وانت تعرف مواقفهم إذن أشكركم جزيل الشكر نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والنائب السابق للجمعية الوطنية الخليل الطيب شكرا على سعة الصدر وعلى تشريفنا هنا في قناة البرلمانية شكرا والشكر موصول كذلك لكم مشاهدي الأكارم في أمان الله